أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من عند خوكم عبد المجيد، تحية للجميع، تحية لخوتنا وحبابنا والناس اللي كيبغيونا داخل المغرب وخارج المغرب، والتحية حتى للعيالات ديالنا اللي تيحبونا. وتنشكركم بزاف من هذا البيت ديال عبد المجيد على لي دي كومونتير ديالكم وعلى الرسائل ديالكم وعلى الميساجات ديالكم، والتحية لكم ديما. والتحية للأصدقاء ديالي الحلايقية اللي في الساحة ديال جامع الفنا لمدة هادي تا هما مساكن ما شفناهم شي من أجل هاد الحجر الصحي اللي حنا فيه، ومدة ما تشوفنا شي. وتنرجع الله سبحانه وتعالى يفاجئ علينا ونعاودو نتشوفو ونحيو تاني دوك البريسات اللي كنا تنعمرو بليلي ديالي تاي في القهوة، ونصبو الطويجين وتنجلسو وتناكلو ونشربو ونضحكو مع بعضياتنا، ومرة مرة تنديرو ديك تنيجية. وتنرجعو الله سبحانه وتعالى يحيد علينا هاد الوباء، ونعاودو إن شاء الله نتلاقاو ونعاودو تاني طبيعة أخرى وقصار أخرى وضحكة أخرى. وراه هاد كورونا هادي راه دارت معانا المزيان، وخا هكاك انه علمتنا بزاف ديال الحوايج اللي نسيناهم، ماشي ما كناش كنعرفوهم، والدينا كانوا تيعرفوهم. كنا مثلا ناكلو تا تنضفو يدينا وتنغسلو يدينا، والدينا حارصين علينا، غسل يديك غسل وجهك تتراب تنقى. وحاليا داكشي مع الزمان ومع الوقت ومع كدا نسيناهم فينا بواحد، ولكن جات هاد الكورونا هادي إفادة ومعلومة لكل شيء. أي واحد من دابا بديدا من دابا حتى إلى وصلت 10 و11 في الشهر وخرجنا، راه غادي نخرجوا بواحد الطريقة اللي هي حتى حنا تكون علمية، ماشي تسمع راه بينا نخرجوا وكانوا غادي نخرجوا ديك الخرجة اللي كتعرفوا. لا، غادي نخرجوا تدريجيا شوية بشوية بشوية. اليوم جوج تاكسيات، غدا طوبيس، غد ليه كارمو يسافرو، غد ليه كدا، والتحقيم والمراقبة والعبار ديال الحرارة. هادشي راه كلكم سمعتوه وكلكم شتوه في التلفزيون وشتو هادشي. ومن هاد المنبر هذا تنشكرو الناس ديال السلطات المحلية اللي سهرانين تا هما مساكن معانا، والأطباء والناس ديالنا كلهم، على اللي مريض الله يشافيه، واللي مات الله يوليه برحمة الله. وانتم اخوتي التزموا في البيوت ديالكم ونطفوا روسكم وارتاحوا مع روسكم، ماشي تاني الانسان غير قاعد وما كاين ما يدير. السلام عليكم. ارى المرأة غد ليه جالس فرجتي في التليفون شوية في التلفزيون تقلب لها الجي، ارى المرأة ايه، والتالين تالين ارى المرأة، ارى المرأة تتغرق بالدراري. اجمع راسك يا ولد قحبة وعارف اش كدير، راه الصيدليات محلولين، راه الفرماسيانات موجودين، شري بعدا على الاقل اللي كاينه. لا يطرى ليك كي تيطرى لعباد الله اللي مساكن ما عندهم عقل وبركوع ولا تا وحلو، ولا جالس في بيت واحد ومعاه 6 ديال الولاد وهو في حاله ومسكين مكرس وما حيدو لهادي ما حيدو لهادي، ولا مزاحم حتى بهاديك الحويه اللي تبلى بها، ولا مزاحم فيها حط حدا عصا في البيت. ولوقت ما دخل بالليل تيلقى الدراري ناعسين كيهز ديك العصا وكينغز المرا كتفيق كتجي عندو. هذاك النهار جا بالليل هز العصا نغز المرا ما جاتش، عاود هز العصا عاود نغز المرا ما جاتش. والمرا مالها؟ المرا حاسه بالدري اللي ناعس حداها، باقي ما نعش، باقي فايق، ما بغاتش هي تنوض. عاود هز العصا عاود نغزها، النغزة الأخرى باين نغزها، هو ينتقول لها اللي حداها قال لها الوالدة لا إلا ما نوضي عندو لا يعور شي واحد فينا، هو هي تيدرز علينا بهاد العصا. هاهي شتي كتبت لولادة وليدي اش تتجيب؟ يا جماعة كرك شوية وعرف اش كدير. يا هانتوما سمتو ليا وجلسو في ديوركم وارتاحوا، وراه تنرجاو الله سبحانه وتعالى إلا فاجأ علينا هاد الحال هاد الوباء هذا وتعيد. راه كنا خوت وكنا ما كرهناش باش نقصرو ونضحكو ونعاودو نرجعو تاني للحلقة، وتكون جامع الفنا هي جامع الفنا تاني كما القاعدة. انو تانا
العظيم الا طاري ليا كاين مسكون راه خصني حتى انا عيني تنمشيو ندير شي حديقه وكذا ونشوف الناس ونتجمعو عندي الناس ونضحكو وكذا. واخا الحلقه راه تضحكو حتى هي عندها المشاكل ديالها وعندها المنتفات ديالها وعندها بزاف ديال التخربيق اللي وقع لينا في الحلقه بزاف بزاف وكثير مع هذوك السماره راه لا حول ولا قوه الا بالله. هذوك ولا تقعد هادي يجيو كيتكراو واحد النهارات واحد خينا حطوا الواحد ديالها وانا تنقول دابا يحشم دابا يحشم دابا يحشم والو. وانا نشوف تنعيا قلت لك وانا نمشي لهذاك الدري اللي جاي وراه هو وانا نقول له قعد وليدي ديك القعده اللي قال كلمها والقحبه مقايم وجاب بدون حوايج وخارج اش كدير اش كدير. قال لها باب جيت على انا ما انا وهادو ولاد القحبه وداير ليه الميكا قال لك باش الا جات يلوح في الميكا ما تيلوح في حوايجه مسخيك الوالدين والمصيبه راه الحلقه راه تيوقعوا ليا فيها شي كوالدي راه مصيبه الا ما جيتيش تسالت سمعها راه وكاع داكشي وعزيزة عليا الحلقة وكنموت على الحلقة والله العظيم ما كرهتش باش نتواجد معكم من الحلقة لأنه الحلقة تتخلق واحد النشاط وواحد الرواج وهذا تينقول عليك من هنا هذا تيدوي معاك من هنا هذا تيدوي معاك من هنا تترد على هذا تترد على هذا دابا هكا دابا في الدار وجالسين في البيت وتندوي معكم وتنعاود لكم كل شيء تيجيني ماشي هو هذاك ولكن يا للأسف خصني نتواجد مع خوتي وخصكم تشوفوني ونشوفكم ونحيي معكم بعدا على الأقل الرحيم والتحية لخوتي كما تنقول ديما وراه ما شاء الله راه ما كرهناش أخوتي والله راه هذه العظيم ما كرهنا نتلاقاو ونشطاو ويزيد الله تاني شي تصافيرة إلا سخن الحال ونمشيو حتى حنا نتبحرو ونتشلبخو شي شوية في المويه واخا ينخوي عليا الما واخا حيت أنا راه ما تنعرفش العوم تنخاف ليا كني العود كان تنخوي عليا غير المويه هكا مباركة ويتبرد مع راساتي وتجي وتشوف بعينيا تاني هادا لابسة الصفر هادي لابسة الخضر هادي لابسة الحمر عطات لي يعملو لابسة معايا الدري ولدي تا وليت ناعس سير على كرشي أنو دار الوالد تنقولو يا سير أولي سير سير أنا نوض ويبان ليه المعلم قايم اللهم ولي تنقولو يا سير أولي سير عم تاني أنا دابا نسيري دابا نسيري الموسيقى والنشاط والناس هامو البيني هامو الكرواسة هامو السكيمو هامو الطون الحرور وهالخيرة حتى تكون الرواج ما كرهناش داك النشاط. وفكرتوني اخوتي فكرتوني مني عاودت لكم على التصافيرة وتنعاود على البحر وكدا وانا نتفكر ديال هذاك خينا وسمار وكفات وجالس بجناب البحر وراه الدلبان هاللي داس هذا الله يا خويا هذيك مرات الصفر واه على ديك مولات الاحمر واه على ديك مولات الازرق واه على ديك مولات الابيض وقاعد كي رجليه في الزكاك وتيشوف ايه في الكرورة وتيشوف وتيصور ايوا وصلت العشية مشى في حالته لدارو نهار تغطى في الكشة وقيمو بدا تيتخيل وتيدوي تدور له داكشي في دماغو واه على ديك مرات الصفر القحبة ديال مو ديك مرات الصفر وديك مولات الزراق ديال مو ديك مولات الزراق وديك مولات البياض ديال هو قربيشي ولا تيقولو جميع الكولورات جميع الالوان جميع الالوان. ما كرهناش اخوتي نتلاقاو ونشطو مشينا في الكار الحمد لله تيطلعو فينا خوتنا مشينا الطاكسيات كيطلعو فينا خوتنا فين ما مشينا لشي قهوة كنتلاقاو مع العباد ومع الخوت ومع كذا وتيكبرو بينا. تحية للناس ديال طنجة وتحية للناس ديال فاس والناس ديال مكناس والناس ديال سلام والناس ديال الرباط والناس ديال القريطرة وما ننساش خوتي المغاربة كاملين ناس الداخلة والسمارة وبوجدور والعيون وبوزاكرن وقليميم وقادير يا قادير الناس ديال قادير تاهم التحية اليوم كاملين والتحية لخوتنا ديال مراكش تاهم باش ما يبقاش شي واحد الحال والتحية لخوتي المغاربة خارج المغرب وداخل المغرب ديما خوكم عبد المجيد خوكم عبد المجيد
dirigim, abonei, partagi, 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 وبيتكم اخوتي كاع اللي شاف هذا الفيديو يتفرج فيه ويصيفطو لصحابو وتعاونوا مع اخوكم عبد المجيد. اخوكم عبد المجيد ديما جيم.